منى مساء الخير. انتهت المواجهات في منطقة باب الزاوية، انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المكان إلى خلف الحاجز 56، وكانت قد اندلعت مواجهات عنيفة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك متظاهرين فلسطينيين بعد أن خرجت مسيرة في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت مدينة القدس المحتلة، كانت دعت لها الأطر الطلابية وكذلك حركة الشبيبة الفتحوية في الجامعات للمشاركة في مسيرة غضب على ما جرى في مدينة نابلس من عملية اغتيال لثلاثة عناصر تابعين لكتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح، اتهمتهم قوات الاحتلال أو جهاز الشباك الإسرائيلي بالوقوف خلف سلسلة عمليات نفذت في شمال الضفة الغربية، سواء استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية أو كذلك تابعة لمستوطنين متطرفين. هذه المواجهات مندلعة منذ ما يزيد عن ثلاث ساعات، انتهت قبل قليل. تخلل هذه المواجهات عمليات إطلاق نار رصاص حي، أعيرة معدنية مطاطية، قنابل صوتية وغازية، بالإضافة أيضا إلى أنها شهدت يعني إشعال مزيد من الإطارات المطاطية وإلقاء قنابل الصوت والغاز، لكنها لم تسجل أي إصابات سوى الإصابات التي يعني تعرف بالاختناق والإغماء جراء إلقاء القنابل الغازية. ولكن الآن هذه المواجهات انتهت رائد، ولكن هل هناك احتمال لعودتها مجددا في أي وقت؟ ربما تعود المواجهات في أي وقت، سواء في منطقة باب الزاوية أو في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، خاصة بأن هذه المناطق تشهد توترا كبيرا، حالة من الاحتقان بعد عملية الاغتيال التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي. الشعب غضبان، وكذلك يعني حالة من الاحتقان موجودة في الشارع بسبب عملية الاغتيال التي منذ سنوات لم تحدث بهذه الطريقة، أن تراقب مجموعة وصفت بأنها خطيرة نفذت عمليات وأن يتم إعدامهم واغتيالهم وتصفيتهم بهذه الطريقة رصاصات بشكل كبير، هذا أدى بالتأكيد إلى استشهادهم، وربما هذا ينذر ب يعني فتيل غضب في الشارع الفلسطيني سواء هنا في الخليل أو في بيت لحم، في رام الله، في نابلس، في جنين، في طول كرم، في مدن الضفة الغربية، وهذا ربما ينتقل إلى مدينة القدس المحتلة أو حتى إلى قطاع غزة. ولكن هناك تخوفات كبيرة من قبل طبعا هناك تخوفات من قبل الاحتلال الإسرائيلي من عمليات فردية ربما يعني تحدث خلال الساعات أو الأيام القادمة.